نعم نحن أحياء، هكذا ردت هيئة السياحة الأسترالية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن تلقت سيلا من الرسائل تسألها ما إذا كان هناك ناجون على هذه القارة. 21 ديسمبر 2012، اليوم الذي تنتهي فيه رزنامة حضارة شعب المايا الذي عاش في أمريكا الوسطى قبل آلاف السنين في مناطق مثل جنوب المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتحتفل هذه البلدان بهذا اليوم على أنه نهاية حقبة استمرت 5200 سنة وبداية حقبة جديدة، إلا أن البعض ربطه بنهاية العالم وفضلوا أخذ بعض الاحتياطات على رغم تأكيدات العلماء بعدم صحة ذلك. فتحسبا لطوفان على غرار ما حصل في أفلام هوليوود هذه، أنهى رجل في هولندا وضع اللمسات الأخيرة على قاربه الذي يتسع ل50 شخصا. أما في فرنسا في بلدة بوغاراش التي ستنجو من نهاية العالم بحسب التنبؤات، منعت السلطات مجموعة من الناس حاولوا الوصول إلى قمة جبل البلدة وإلى الكهوف فيها، كما منعت السهرات والصيد على هذا الجبل، إلا أن المنطقة لم تشهد أي تدفق استثنائي. هذا وتستعد منطقة تشيتشين إيتسا أحد المواقع الرئيسية لحضارة شعب المايا في جنوب شرق المكسيك، تستعد لاستقبال من 15 إلى 20 ألف زائر هذا اليوم في يوم زيارة عادية وبالمواعيد الاعتيادية. كما تستقبل المواقع الأثرية الأخرى لشعب المايا زوارا سيشهدون على تاريخهم الذي طبع حضارة الإنسان الأول.